يو الدراري والدريات، اتمنى كاملين تكونوا بخير. واليوم غادي ندويو على واحد من احسن المواضيع اللي كتعجبني بزاف، وهي ندويو على شي شعوب او قبائل اللي كيعيشوا في الغابه. فاليوم غادي نعرفوا اسرار ديال الشعب الماساي. المهم ما نطولش عليكم، خليكم معنا. الماساي هو واحد مجموعة قومية للعدد ديالهم 841,000، وهما واحد الشعب اللي ما يكبركوش في بلاصة واحدة، بل كيبقاو يتنقلوا من بلاصة لبلاصة كما كنقولوا ليهم حنا الروحان. ولكن في غالبية ديال الأحيان كتلقاهم قرب بحيرة تورغانا اللي كاينة في كينيا وحتى تنزانيا. الماساي واحد الشعب اللي كما كنقولوا عندهم واحد الروتين، هو أنهم يكرسوا الحياة ديالهم للراعي وتربية الحيوانات. يعني فين ما كيتزاد شي واحد كيكبر شوية كيولي كيرعى الغنم ديالهم، حيت بالنسبة ليهم تربية الحيوانات هي أمور دينية. تيقولوا إلا كانت عندك شي بقرة فراه عطاها ليك الإله المطر اللي كيسميوه نكاي، وخاصك تهلا فيها أولا غادي تنزل عليك النعلة ديال الإله. فنفترضوا أنك تلاقيتي مع واحد من الماساي، فراه 100% غادي يخلعك الشكل ديالو. ولكن هما في الأصل واحد الشعب اللي على ما تيقولوا الناس اللي زاروا الماساي قالوا باللي هما شعب مسالم ومضياف وما عندوش مع الحروب ومع التخريب. وهذا الشيء راه ما كيعنيش باللي هما شعب ضعيف وخواف، بل الا مشيتي حتى قربتي ليهم من الاراضي ديالهم او الابقار ديالهم فراه غادي يصفيوها ليك 100%. لدرجه ان الجيران ديالهم الرعاة من قبائل الزامبوري والباري اللي غادي ندويو عليهم في الفيديوهات الجايين ما كيقدروش يقربوا الاراضي ديال الماساي او المناطق الاخرى اللي سميتها الساغانا. الماساي واحد الشعب اللي ما كيخافش واخا تكون كيف ما كنتي في هذه الحياه، كيف ما قلنا باللي راه مستعدين يضحيوا بالحياة ديالهم باش يحميوا الأراضي ديالهم. فخير دليل على هذا الشيء اللي كنقول هو أن الماساي حارب الاستعمار البريطاني اللي كان في عام ما بين 1904 حتى 1913، ووالو ما حناش الراس وداروا بزاف ديال المشاكل للأمن البريطاني في ذاك الوقت، بل أكثر من هذا الشيء كانوا كيدخلوا في شي حروب اللي ما متكافئاش نهائيا، اللي تيكونوا فيها هما عندهم غير الرماح والسهام اللي كيصنعوها بالأنفس ديالهم. يعني راه باين كيفاش غادي يكون السلاح ديالهم، ومن الجانب الاخر العدو عنده المدافع والرشاشات وزيد وزيد. فمن خلال البحث اللي درت لقيت باللي كانت واحد المعركه اللي كانت في المنطقه بحيره نيفاشا، وابيد فيها جيش اللي كبير وبزاف من قبيله الماساي حوالي 3000 قاتل، ومن الجانب الاخر الجيش البريطاني تقتل فيه جندي واحد فقط. بعد ان تم الاستعمار ديالهم جاهم واحد المرض اللي كيقولوا ليه حمى الصفراء، واللي كنقولوا ليه حنا بصفر، بحيث ان هذا المرض كيرجع ليك عينيك صفراء وحتى الجسد ديالك. هنا بدا كيموتوا ليهم الابقار ديالهم وتزاد المرض بشكل اللي كبير وبزاف. حتى كما كنقولوا شعب الماساي تهرس بعد ما كان في احسن الاحوال ديالو اللي كانت في منتصف القرن التاسع عشر، الى انهم قدروا يتجاوزوا هذه المحنه اللي جاتهم وغادي يبداو يرجعوا القوه ديالهم. شعب الماساي كيتعرفوا باللي هما كيبدعوا في النقش الاجساد ديالهم السمراء بالالوان اللي كاينه في المعتقدات ديالهم، وهي الابيض والاحمر والاخضر والازرق والبرتقالي الطيني، بحيث ان هذا النقش تيكون مختلف من واحد الاخر، داكشي بحسب المكانه ديالو اللي كيقيسوها بعدد الابقار. وحتى النساء كتختار هاد الالوان باش يصنعوا الحلي ديالهم اللي كيصوبوه من الخرز واللي كنقولوا ليه حنا العقيق، وتيقدروا يلبسوه حتى الرجال. وفي الاواني الاخيره دخلت عندهم تزيينات من النحاس والفضه. كاين واحد القانون في الماساي هو انه تيتم فصل الشباب على الاهل ديالهم وكيديروهم في معسكر خيمي خاص، وملي البنت عندهم كتنضج كيزوجوها وبلا ما كيتشاوروا مع الوالدين ديالها، من الاول رجل اللي كيدفع الصداق ديالها من الابقار للاهل ديالها. ومن الجهه اللي عندهم هو ان الفتاه حتى بعد الزواج من اللي كبر منها بزاف من رجال القبيله، فان المعظم ديالهم كيحتفظوا بالعلاقات ديالهم المحرمه مع فتيان المحاربين اللي كيسميوهم الموران واللي هما شباب القبيله. يلا بابا لا مرامه
الشاب باش يتسمى من الموران او للمحارب فراه خاصو الموافقه ديال زعماء القبيله، راه ماشي غير اجي وكون من المحاربين، فراه خاصو يبين القوه ديالو في المغامرات وفي الصيد ديالو وفي الاستخدام الاسلحه. وباش يثبت هذا الشيء كيجبروه يسافر بوحدو في الليل وكيدي معاه قطع لمده ديال 7 ايام. فإلا شافك مجلس القبيله اللي كسميوه اللايبون كتقن هذا الشيء كامل، فراه كيمنحوك عدد صغير من الابقار وكيبدلوا لك اللباس ديالك والنقش اللي في الجسد ديالك وكيوصفوك بالمحارب. وقبل ما يمشي يولي من الرحل خاصو ضروري يتعلم اسرار ديال العلاج الشعبي اللي كيتكون من الاعشاب باش الا وقع شي مشكل خارج القبيله يعرف ما يدير. وراه الماساي كتعتبر افضل قبائل افريقيه فيما يتعلق بالطب الاعشاب. اما بالنسبه للفتيات او للدور المراه فكيتقاس الجمال ديالها باللي عندها اكبر شحمه اذن وانها كيف ما كنقولوا خاصها تكون مكافحه، حتى تيكون عندها واحد الدور اللي مهم بزاف اللي هو التربيه ديال الدراري وتجيب الحطب وباش تبني منازل اللي كيبنيوها من الطين والقش وفضلات ديال الابقار وتصوب الحلي والملابس وانها تقوم بذبح المواشي اللي غادا تكال وايضا حلب الابقار بين هادشي بزاف ياك. ولكن راه عندهم واحد القضيه اللي عندهم في شكل هو انه خرجل عنده القوه والسيطره الى ان ما خاصوش يدخل المنزل حتى توافق الزوجه ديالو، فإلا ما بغاتش غير قلب فين تبعت، وإلا بغى زعما يفرض القوه ديالو عليها هنا كيتجمعوا اهل القريه وكيعاقبوه، وهو راه غالبا ما كيقدرش يفرض القوه ديالو حيت عارف القوانين ديال القريه. من الحاجات اللي غريبه في الماساي هو انه يمكن للفتاه تزوج قبل ما تولد، ويمكن للراجل باش يتزوج 10 زوجات، وذلك راجع لعدد الابقار اللي عنده. ولكن بالنسبه للمحاربين اللي هما الشباب فكيتزوجوا غير وحده، ومن اللي كيوصل واحد السن معين وما كيبقاش عنده واحد المهام هنا كيتزوج بالتسعه اللي باقي، وهذا على حساب الرغبه ديالو. في احتفال الزواج تحلقوا العروس الشعر ديالها زعما كتعبر على الحب ديالها للزوج ديالها، وكتلبس هذوك العقود اللي كانت كتصوبها من صغرها. في حاله الفرح كيديروا واحد الرقصه اللي كيسميوها الاوديومو، وهي انهم تيكونوا واحد الدائره وكيوقفوا جوج او ثلاثه ديال الاشخاص في الوسط وتبداو ينقزوا، واليدين ديالهم خاصها تكون لتحت، وقد ما الواحد كينقز اكبر علو قد ما تيكون هذاك هو الراقص المثالي او الراقصه المثاليه. وما كيخليوش المراه العاقر ترقص لانها كتعتبر نذير وشؤم، وما عندهم زعما الرجل هو اللي يكون سبب عدم الولاده، ديما المراه هي المسؤوله. لحم او اللبن هو بحال قلتي اتاي عندنا، فراه كل نهار كيتم الاكل ديالهم، والحاجه اللي غير طبيعيه فيهم هو انهم تيشربوا دم البقر حين تيقولوا باللي فيه بروتينات اكثر من اللحم واللبن. وكتتم هاد المراسم عن طريق كما كتشوفوا يضربوا عرق في رقبه البقره وكيجمعوا هاد الدم في وعاء كيصنعوه من العود وكيخلطوه مع الحليب، وبالنسبه لهم راه شراب تقليدي موروث عن الاجداد. كيشربوه زعما عباره عن طهاره اللي كيسميوها بالاوسيبوليوي، وفي حاله شربتيه خاصك ما تغوتش وتلتزم الصمت. ومؤخرا عاد ولاو كياكلوا الذره والارز والبطاطس بعد ما بزات عليهم الحكومه كينيا وطنزانيا. الماساي كتعرف باللي العلاقه ديالهم مع الاسود ما مزياناش، وكاينه واحد العداوه بحيث انهم كيعيشوا في نفس البيئه، وان ممتلكات ديال الشعب الماساي هي عباره عن ابقار وماشيه، وهذا الشيء هو اللي كتقلب عليه الاسود. فهذا الشيء اللي كيخلي شعب الماساي انهم يقتلوا الاسود فين ما كيتلاقاو معاها، والعكس صحيح. والقاعده اللي عندهم هي ملي كيقتلوا شي اسد كيدوروا عليه وكيبداو يشطحوا احتفالا بالنصر ديالهم اللي كيستمر 7 ديال الايام، واللي تيكون الرمح ديالو هو سبب القتل تيكون هو المحارب الاقوى. ولكن في الاواني الاخيره ولات الحكومه كتمنعهم يقتلوا الاسود، واللي قتل شي اسد كيتعاقب عقاب اللي شديد بزاف، وهنا ولاو كيواجهوا بزاف ديال المشاكل من عند الاسود. كيدخلوا حتى للقريه وكياخذوا الابقار والمواشي ديالهم وهما ما كيقدروا يديروا والو، فقط انهم كيديروا واحد ديكلاراسيون للحكومه، وعندهم واحد القضيه هو انهم ما كيدفنوش الموتى ديالهم، حتى كيقولوا باللي كيضروا بالتربه. وهنا شنو كيديروا باش كيتهناو من الميت؟ هو انهم كيحطوا على الجثه بعض الدم وكيلوحوها في الادغال باش تاكل هاي الحيوانات المفترسه. فبالخصوص الديانه ديالهم فالماساي تيقولوا باللي الانسان مسير من اله، وان هذا الاله تيعاون غير الناس المستقيمين، وانه لا ياكل ما ياكله الناس، فقط انه كيعطي الرزق للناس وبانه كيعرف كل شيء في الارض. رغم هذا الشيء كامل الى انهم فيهم لا دينيين والوثنيين، وفيهم بعض اخر اللي كيعتقد ان الاله نكاي كيعيش في جبل كلمانجارو اللي هو هذا، وانه
انه جا واحد النهار وجاب معاه الابقار وقدمهم للاجداد ديالهم. هادشي اللي كان في هاد الحلقه، نتمنى يعجبكم الفيديو، نتلاقاو في فيديو جديد، وشكرا على المتابعه وتهلاو.